أنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين مساء اليوم، وذلك بمناسبة العيد الوطني 53 المجيد لسلطنة عمان. ولدى وصول معاليه لموقع الحفل يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء كان في مقدمة مستقبلي سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، حيث نقل معاليه بهذه المناسبة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان وإلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان وإلى الشعب العماني الكريم. وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أن الترابط القوي والتلاحم الوثيق اللذين يجمعان مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة يعكسان عمقا ضاربا في جذور التاريخ لعلاقات قائمة على الإخاء والمودة والتكاتف، والتي تعززت في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان حفظهم الله. ولفت معاليه لأن العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين أسهمت في تدعيم أوجه العمل المشترك والتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها، والتي تترجمها النتائج الطيبة التي تحققها اللجنة الوزارية المشتركة البحرينية العمانية، والتي تجسد حرص البلدين على تعزيز مستويات التنسيق بينهما بما يعود بالنفع والخير عليهما. كما نوه معاليه بما تشهده سلطنة عمان من إنجازات تنموية وحضارية ومظاهر عمرانية فريدة وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على عمان بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتهما الحكيمتين. من جانبه أعرب سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه من حرص واهتمام دائمين بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما أعرب عن سعادته وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل، منوها بما تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات في ظل الاهتمام والرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظهم الله. خصوصية وتفرد وتميز تتصف به العلاقات البحرينية العمانية منذ أن كانت وبدأت تحفها رعاية واهتمام أصحاب الجلالة قادة كلا البلدين الشقيقين حفظهما الله، وتعززها الزيارات المتبادلة والتعاون المثمر في شتى المجالات، وهذا ما أكد عليه الجمع الغفير من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين حضروا هذا الحفل الغفير. بمناسبة العيد الوطني العماني 53 المجيد، أتقدم إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه بأسماء أهيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، وللشعب العماني الأبي متمني لسلطنة عمان التقدم والازدهار. العلاقات العمانية البحرينية تتميز بعلاقات تاريخية عريقة وأخوة بين البلدين، أيضا هناك يعني تواصل كبير ما بين الشعبين الشقيقين في جميع المحافل، وهناك يعني على المستوى السياسي والقيادي أيضا يعني تتوج هذه العلاقة بزيارة سامية العام الماضي لجلالة السلطان هيثم بن طارق بدعوة كريمة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم. كانت الزيارة أيضا يعني زيارة ناجحة بكافة المقاييس، وقعت في خلالها 24 مذكرة تفاهم وبرامج تنفيذ
متمين متمني للبلدين التقدم والازدهار إن شاء الله. أهني جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بالعيد الوطني 53، أدامه الله عليه بالصحة والعافية وعلى الشعب العماني كافة. نهني أنفسنا بهذا التطور الملحوظ الذي تشهده سلطنة عمان في جميع الأصعدة، ومنها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أن هناك خارطة طريق رسمها جلالة السلطان حفظه الله والحكومة الرشيدة برؤية عمان 2040. ما يجمع البلدين الشقيقين أخذ العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، إلا أن البعد الاجتماعي وما ربط كلا الشعبين الشقيقين كان العنوان الأبرز للمحبة والأخوة الصادقة بين العمانيين والبحرينيين. طبعا اليوم نهنئ قيادة سلطنة عمان وشعبها الأبي، وعلاقة طبعا تربط مملكة البحرين بسلطنة عمان علاقة وطيدة وأخوية، وعلاقات يعني حتى عائلية يعني بيننا ترابط. وطبعا احنا دائما نكون مساندين لبعضنا البعض يعني خليج واحد، ويعني عمان الأمانة احنا يعني حرصنا ودائما نحرص ان نكون موجودين. جمعية الصداقة العمانية البحرينية هي طبعا اهم ادوارها ان هي تدعم المشاريع الاقتصادية الاجتماعية الشبابية من خلال تفعيل دور الشباب، رواد الأعمال، أصحاب الأعمال، رجال الأعمال، سيدات الأعمال. خالص التهاني والتبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وللشعب العماني الوفي، ولكل من يقيم على أرض عمان الطيبة بمناسبة اليوم الوطني 53 المجيد. أنا سعيدة اليوم أن أحتفل بهذه المناسبة الطيبة أنا وزميلاتي وزملائي في مملكة البحرين. مكانة مرموقة تحظى بها السلطنة على مختلف المستويات، علاوة على الاحترام والتقدير الكبير الذي عبر عنه سفراء مختلف الدول العربية والأجنبية التي حضرت الحفل، تقديرا لما تتميز به السلطنة من نماء وتقدم وازدهار بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. احتفاء بالعلاقات الوطيدة والمتينة التي جمعت مملكة البحرين بسلطنة عمان الشقيقة، جاء هذا الجمع الغفير ليؤكد على المكانة الرفيعة والهامة للسلطنة على المستويين الإقليمي والدولي. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.